ان شاء الله باش بالعتايه العمليه تاع كل كومبليت باتريال ان شاء الله. هذه ان شاء الله سيدي الوزير تغير كيف المشاريع التي وقفنا عليها اليوم وهي مشاريع جديدة مسجلة بعنوان قانون المالية ل 2023. كان في مقدمتها مشروع إعادة تأهيل وترميم دار الخلافة للأمير عبد القادر، وهو المتحف الذي سيتضمن متحف لتفسير أو متحف تفسيري لفنون وتقاليد مليانة. كان لنا وقفة أيضا عند مشروع المركب الديني سيد أحمد بن يوسف لتدشين السينما، سينما ووضعها تحت تصرف المركز الجزائري لتطوير السينما، إضافة إلى تدشين المسرح الجهوي. واليوم نتواجد في ولاية عين الدفلة أيضا من أجل تحقيق مشروع هام جدا، هو مشروع إنجاز المركز الوطني للأرشيف السينماتوغرافي. هذا المشروع الذي يعني تم توطينه هنا في الولاية بفضل السيد الوالي الذي استجاب لطلبنا بتخصيص أرضية. تعرفوا أنه أرشفة الأفلام السينمائية تحتاج إلى ظروف مناخية محددة، والولاية يعني تحوز على هذه الظروف، لهذا اخترنا وعلى قربها أيضا من الجزائر العاصمة فاخترناها حتى تحتضن هذا المشروع الرائد. المشروع هذا سيمكننا من حفظ ما يزيد عن 120 ألف نسخة لفيلم سينمائي فيها 51 دولة أجنبية، أفلام يعني نحوزها وفيه أفلام طبيعة الحال جزائرية. هذا المركز سيمكننا من تأمين حفظ وتخزين، إضافة إلى أرشفة ورقمنة الأفلام المتواجدة لدينا، إضافة إلى أنه سيحوي على فضاءات وقاعات للباحثين ومخابر للرقمنة ولمعالجة هذه الأفلام. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.